الأرض جاية مدودخة بتهز على الميلين عكتر ما هي خفيفة بيحملوها اثنين وصغيرة طير الحمام بيقطعها بيومين ع قد منا صغيرة خمنتها بعدين جبتلها شمس وقمر من سكر ونجمات زرقاء معلقة بترد عنها العين ع كتر ما سكرها حلو بيلبقلها اسمين دقت الأرض دقت على باب الزمان مضيعة ليلين تتسألون كأنه إلو أم ضيفة دهرين وقال لي الزمن ما تقلها صاروا كحل بالعين مسا النور وأهلا بكم إلى صالون تلفزيون لبنان وبالحب أبدأ من كتر ما بالحلم عم نقعد سوا وبينك وبيني في نوى وما في نوى من كتر ما بالحلم عم نقعد سوا وبينك وبيني في نوى وما في وما في نوى صار القلق مرجوحتي وصاير انا معلق معك فيها على حبال الهوى يا سلام وبالمحبه ارحب اهلا بضيفي الشاعر الكبير طلال حيدر حبيب القلب استاذ طلال اهلا وسهلا فيك انا طلال مش استاذ بو علي <applause> بو علي اول شيء انا بدي اشكرك انت نتيجه ظروف معينه بهالفتره هيدي بين بعلبك وبدنايل هلا بنحكي بعد شوي و مقابلات قاطع المقابلات لانه ما عاد عندك مزاج الا اذا بيتكرم هذا الشخص اللي بيعطيه وراه على المقابل لا عندي إيه؟ انا ما بقول شعر اذا ما في حدا عم يكتبه بالسمع مثل ما بكتبه بالحبر حلو انا بدي اشكرك لانك انت عندي اليوم لا انا ما برد انت بس تقول ايه بيجي انا فيك في لايك محبي قديمي يشهد عليها الله. مثل ما بيقولوا اهلنا كانوا عجره قديمه متخاوي انا وياك. ايوه تمسيك <applause> <applause> بالخير يلي ما حدا مساك. <مستق> طيب فاذا بعلبك بدنايل صاروا 85 سنه ولا اكثر؟ 86 ستة 86 وثمانين. ستة وثمانين. ايه بس على مهلك العمر ما له مرات بس الخطر اراد هلا بتحكي ستة لها 86 لا طول بالك 86 جسمي انا شو خصني ايه حلو فاذا بعلبك ستة 86 سنه هلا قاعد لحالك عم تغني وحدك بتبقى مثل زهر البيلسيف كان الوقت سهيان ما بباله حدا مثل اللي قاعد على الهدى يتذكر النسيان هيك انا هلا كيف عيش؟ انا ما بعرف الضجر ولا بعرف انه وقت ما في شيء مش استقري وكتيبي انا وقاعد كل الزمان اللي انا في عبطة الزمان اللي مرقت معي وتضل قاعدة معي اذا فتحت ببالي زمن ما بدي اصفن فيه اكثر من ثلاث ايام كيف بدي اتجاوز؟ أه. عيش بالذكريات او بالحاضر ما في شيء اسمه ذكرى انا برايي <applause> الزمن وهم أه. احلى زمان الوهم لو ناديت ما بيسمع أه. سؤالك صعب كاني عايش بالذكريات ولا بالحاضر، بدك بدي اسال حالي بس يجاوبني حالي برد عليك. طيب لح روح اكثر وانا رح عاملك هلا مثل اي واحد من هؤلاء الناس. انت رجل تعبت عملت هذا الاسم الكبير المحترم اللي الناس آه بينظروا له بعين كثير عالي وهيدي انت بتعرفها وبتشوفها من الناس انت من الناس اللي تعبوا حطوا شوية مصاري لآخر أيامهم بالبنوكي سرقتن البنوكي انت من هود الناس يلي رحلوا مصاري ايه او لا وكيف رجعت بعدين تدبر حالك اجل يسرقوني معي حاول يترق. انا انا كثير مرق بين ايدي مصاري بس ما بخلي اذا نمت انا ما بنيم المصاري معي م. اذا ما كانوا هن بخدمه فرح النهار لشو بدهم يضلوا لليوم الثاني ليش حدا بيضمن يفيق هو طيب م. انا كان من وقت لخلقت عندي هدفين الفرح و... و... ما كانت ولا مرة بتعني لي أكثر من أنه لمين بدي أعطي أنا سألت السؤال أنا بعرف شو طبيعتك أنت أنا سألت السؤال لأنه بمرحلة من العمر المتقدم بتصير مسألة أنه أنت تعيش مرتاح بالكرامة اللي كنت عيش فيها بالأول ممكن يكون حدا بينيها على أنه مبلغ حطه بالبنك هو أنه بده يتصرف فيه إذا بفكرك بس البنوك حرامية كلهم حرامية بدون ما نقول مين كلهم لأنه بيحاكموكم بعدين بالتلفزيون آه أنا أجوا مثل ما قلت لك أجوا ليسرقوني ما قدروا لأنه كنت عم بسرق حالي كل ما أنتج كل ما طلع إذا ما كان آه اللي بين إيدي شغلته آه يعني يفتح لي طاقة على فرح جديد شو بدي فيه المصريات اللي قاعدين بالخزانة هاو ملك الخزانة بيي كان غني وكان يملك ضياع عم يهدوا عمي بدون ما نسمي المين <applause> أنا ولد صغير راكب معهن عم يقول له يا علي بيي اسمه علي يا يعني هاي رواحة الرزق واحد قال له يا زودي بيملك الانسان اللي بيصرفهم من اول ما بيخلق لوقت بيموت انا بملك كل اللي صرفتهم مش كل اللي خبيتهم عاش فيهم الحياه كما ينبغي وانا ذات شيء اذا اذا ما هني شو هدفك بالدنيا؟ النهار اللي انت ما بتفرح اطرحه بعدين ما تفكر بصير بدك تطلع كل شيء وبعدين ما تفكر انه الزمان بيروح كل الزمان اللي قلت عنه روح راح ما بيرجع ما تعلي صوتك بيسمع طيب هذه الجمله اللي صرت مكررها مرتين واللي هي فيها جمال كبير هي وحده من القصائد من ديوانك جديد يلي عم تحضره وبده يطلع هيدي مشان الناس يعرفوا انه طلال حيدر عنده كتابين بس انه كتاب هلا بالمرحلة الأولى لا عندي ثلاثة والرابع تحت الطابع اسمه الوهم صديقي جميل ملاعب اللي بعتبره أنا أحد ثلاث فنانين تشكيليين في العالم منهم ضياء العزاوي بالعراق وهو جميل ملاعب, ملاعب مش ملاعب ملاعب من أصحاب النبي اللي يلعبوا بالسيف إيه هو أكبر ثلاث فنانين تشكيليين بالعالم آه. الكتاب آه. شو عملك؟ آه. 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 كنت مسميه الوهم سميه طالع عبالي أنا تبنيت قاله جميل وبدل ما سميه الوهم طالع عبالي مع إنه هو أول قصيدة فيه الوهم بس انتبه جوزيف حرب طلع كتاب اسمه طالع عبالي فل اذا آه بحمل المسؤوليه لزميلك لا شو الناس رح لك هذا صديقك جورج جوزيف بسمي آه طلع كتاب طالع على بالي <applause> واول قصيده احلى من الوهم احلى من بنات الشام مثل البيفي وبعده ما خلص لمنام مثل السطوح الناطرة يوطئ حمام كل ما بمر الزمان بتنعس الايام وما كنت اعرف ليش الوقت ما بينام. كم في قصيده أه الكتاب؟ حلو السؤال بس حجاوبك بشقين. القصيده حوالي 40 قصيده. اللي بيعتبروا كل ديوان مرحله بيكونوا تعيسين لانه بيكون الديوان قصايده بيشبهوا بعضهم اذا ما كل قصيده هي مرحله ما تكتب شعر صحيح صحيح فلذلك لي... لازم يكون كل ديوان لي... في شيء جديد على الاخر تم... و... وكل قصيده صحيح اذا ما يعني الشاعر ما, ما انت شاعر الشاعر ما همه بالدنيا يغلب حدا انا ما بدي اغلب لا شكسبير ولا دانتي ولا لا انا بدي اغلب حالي اذا انت بالقصيده اللي خلصت وجيتك القصيده الثانيه اذا ما هي فتح شباك عدن جديدة بعد معناته أنت ليش بدك طيب ليش في ناس بيعتبروا لحد هلا إنه طلال حيدر قاموسه الشعري صغير لأن... مفرداته يقو... يا عيني عليك ما احلاه يقول النفري كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة <applause> <applause> بس هذا بيساق بحال اتهام إذا... إذا بتقدر انه لازم لا السيف لا لا والخيل والدهيب والرمي والخيمه والصحراء يعني بتقدر تعمر دنيا بشويه مداميك مش احلى ما تستعير احجار الارض لتعمر الدنيا طيب <applause> وهذا وهذا اصعب هذا اصعب آه حلو انك ذكرت الخيل والصحراء والفرد انا ابن البقاع ابن بعلبك وقت اجوا ليكتبوا باللغه المحكيه وصاروا يهاجموها انه هاي ضد اللغه الفصحى وانه لا هذه ليست بديل انما رديف طيب فتحت الموضوع انت ابو علي بدنا نحكي الاشياء مثل ما هي هلا ايه. اول شيء حكينا مثل ما هي هلا بشق بمرحله الستينات والسبعينات مزبوط. كنت انت الشاعر المسلم الوحيد الذي يكتب شعر المحكي كيف في اخرين لكن ما طولوا ما استمروا انت الوحيد اللي استمرت وسط جو عند المسلمين بهذه خصوصي بفتره الحرب ومن بعد الحرب خصوصي لغه سعيد قال أنه سعيد عاقل جاي يعمل اللغه العربيه لغه لاتينيه بده يخلينا ننسى اللغه العربيه بده يخلينا ننسى لغه القران عم اقول لك يوم مثل ما هن لانه انا بال74 لما طلعت من استوديو الفن كان عز كان عز الجدل هذا قبل ما تبلش الحرب كان مية. عز الجدل وكنا الى حد ما محاطين بهذا الجو انه يا خي طيب فعلا انه نحن اذا بنروح باتجاه المحكي وبنكمل بنكون كمن يضرب لغته العربيه الاساسيه هلا يومتها لانه ما في وعي عنا كان كبير لا لا, لا. كان التنظير غلط احسنت خليك يعني اعتبرها اللغه اللبنانيه خليني اشرح لك لانه بهديك الفتره انا كنت عم بحكي عن حالي عمري عشرين 20 سنه ووسط هذا الجو اللي نحن بدنا نعيشه اذا انت بدك تكتب وتحس الاخرين عم ينظروا لهيدي النظره للغه المحكيه صرنا نبعد عنها مش لانه اللغه المحكيه عاطله لا لانه نحن كان فهمنا هالقد يومتها عم بحكي عن حالي حتى بحكي عن الاخرين انت الوحيد الذي استمرت. هل شعرت بمرحله من المراحل في ضغط لايك لحظه لحظه آه عم بسالك ايه عم بسالك انت ابن بيت حيدر يعني ابن بعلبك يعني ابن بدنايل يعني ابن القوميه يلي كل القوميين ابن الاحزاب يلي موجوده يعني بدنايل هي تعتبر اول بلدي او بلدي بكل لبنان يلي كان فيها هذا الخليط من الاحزاب وكله عروبه وكله ثوره وكله قومه انت قدرت تفوت بهذا الباب وتكمل فيه حصل ضغط عليك ايه او لا حص... وقديش طلال حيدر تاثر او ما تاثر بهذا حصل ضغط كتير كانوا يقولوا لي شو ما زالك تعرف فصحى ليش عم تكتب بلغه أه قلت لهم لألكم سعيد عقل نظر انه هاي اللغه اللبنانيه انا ضد تنظير سعيد عقل هاي اللغه العربيه اللي تطورت مع الزمان ولذلك ابن الاسير بيقول الابلغ ما بقي على اللسان لغه شكسبير مش هي اللغه الانجليزيه الحاليه شكسبير كتب لغه الكوكني الواحد اللغه مثل المي عم الغني ما في سد بيوقف بوجهها اللغه انسان افراز اجتماعي اذا إن انا بدي ضل احكي مثل ما حكى قيس ابن الملوح دعان الالف سنه اللي مرقوا عميلة. ايه بس انت عم تحكي لي هلا بشق ساعدك احكي لي عن شق بدنايل وبعلبك حاحكي ها ها ايه تفضل, تفضل. كانوا يلوموني على شغلتين انه انا بقصايدي اه اه كثير فيهم ذكر المسيح مم. وانا مسلم بالتذكره ولغه <applause> ولغه محكيه حلوه, حلوة. ايه. ولغه محكيه بقلي واحد ليش ليه ما احكي ليش شو ولغه القران قلت له حدا بيحط راسه براس الله هيك كلام الله انا انسان بحكي بلغه متطوره هديك لغه ثابته لا تجاره بس انا ابن الحياه يلي كل ما مشيت اذا بعدني بحكي باللغه السالفه بكون انا قاعد بالزمان القديم طيب وقت جيت للغه المحكيه ما فكرت انا انه هاي اللغه ارفض ان تكون لغه لبنانيه هاي اللغه العربيه ومنعت من دخول مصر بفتره طويله عريضه بهذا السبب اوف منعت عشر سنوات من الدخول مره رايح على تركيا وصلنا على حدود سوريا ردوني كان جمهوريه العربيه المتحده ردوني أخذ طياره ورحت على تركيا فزيت فوق الواحد انا الدين بالنسبه الي أه أه انت بس تكون صحبه مع الله بيكون كل الاديان فيك مزبوط. انا بزيت الوقت مثل ما قال ابن عربي انا جميع الاديان لا انا الهي يعني انا اؤمن بخالق ولكن وعندي نظريه كل ما هو جميل مش بالشكل كل ما هو جميل حلال وكل ما هو بشي حرام اخناتون جوز بناته ثلاثه ما كان حرام بهداك الوقت الدنيا بتمشي بدك اللغه ما تمشي مم. فانا كسرت هذا المفهوم لاني انا ماني عم قاتل المفهوم الديني لا انا ماشي انه اذا اذا انا عم شوف منامي عم شوفه باللغه المحكيه مم. ليش؟ يعني بمنامي انا ما في مسافه بيني وبين حالي، مم. اذا ما في مسافه بيني وبين حالي وعم بحكي هاي ليش هربان من هاي اللغه؟ كان في نوع من انواع الضغط السياسي؟ من سد... انواع الضغط السياسي، يعني ايه هل بقي ايه الضغط الثقافي؟ كيف لكان؟ كنت اعتبر شعوبي، كنت اعتبر كذا الى اخره، بس انا ما كان هاممني شو بيقولوا، يعني بالوقت كان سعيد عقل عم المهم شو بتقول انت؟ كان عم يقول وجهك القمر ورندلة وكنت انا عم اقول وجهك مثل دفتر بهرهر على البيوت وجهك مثل دفتر بهرهر وجهك بلاد مقوصه والريح عم بتفوت يعني كان هجين ومرفوض بهداك الزمان هذا الحكي بس ولذلك سميت مقدم الديوان الرهان الرهان انه انا مش هاي اللغه اللي انا عم بكتبها ما انا لغه كمان الزمان اللي جاي ما انت بلغتك وبشعرك ما بتسكر بويب. الزمان انا مع اللي جايين بعدين ضدي طيب انت قدرت خلال فتره الستينات والسبعينات انت اول اول كتاب طبعته باول السبعينات مش باول السبعينات باول السبعينات ايه بس كنت مبلش مبلش من, يعني من, بكير هلا بنرجع نرجع له عم بحكي على اول كتاب طبعته ايه. بس انت كشاعر طلال حيدر ونحن قلنا انك كنت الشاعر المسلم الوحيد بهديك الفتره وسط مجموعه كبيره من الشعراء موريس عواد إلي ابو شديد في مجموعه كبيره هلا ما بدي اقعد اتذكرها كيف استطاع طلال حيدر انه يعمل لحاله هيدي اللغه هلا بعتقد مش انت عملتها هذا الشيء موجود براسك وطلع لانه لما بنقرا بنقرا شو حيدر من السبعينات ولما كنت تنشر قصايد قبلها يحس الواحد انه في هذه القصيده ما هو مختلف مختلف من حيث الغنى مش بس مختلف من حيث المفردات مختلف عن المحيط اللي كان كله مالبو. هل هي لغه المنطقه هل هي لغه ذاكرتك اللي لها علاقه ببعلبك اللي لها علاقه بالسهل واجت هذه اللغه جديده على اللغة اللي كانت موجودة يومتها يلي ما فيها هذا الشيء. عم تقول كأنك عم تحكي عني. قبل شوي كنا عم نحكي قبل انه برموز محدودة الخيل والسهل والصحراء آآ. والواحد ما انا كل شيء عملت بحياتي قريت بدفتر بعلبك بس مش قريت عم بتطلع عم شوف شو عم يصير يعني إذا شفت ولد قدام فرن قتل برصاصة حكيت عنه الكاميرا أحسن منك بدك تحكي على الولد اللي قتل فيك ولذلك أنا بلو. أنا أخذت كل هذا مش أخذته نابع مني وفي كل هذا التراث اللي أنا عشته البادو والكولك والخيل والرامح والصحراء كله بس اذا انت عم تتطلع بدك تشوف المعنى اللي اخذته منه لا اعطيك بتل يلا كنت تلميذ انا بمدرسه نحن مت... شو قاعدين نعمل هون غير ناخذ امتين يلا يلا <applause> كنت تلميذ مدرسه المطران هي الاسقفيه بس كنا نسميها مدرسه المطران اه بين ال ال, ال... المد... انا ولد عمري ست سنين بين الولد آه بين ال... المدرسه والكور الملعب في كنيسه الكويتلي نحن ومرئين بياخذونا اثنين اثنين لنوصل على الواحد في كانوا عم يربعوا الجرس لانه على الطريق على الاشاره بتعرفي انا وقفت وقفت تاري الاولاد صاروا بالملعب وكرباج نزل فيني اني لي ليش بعدني واقف؟ ليش كنت واقف؟ كنت عم بسال حالي وين راح الصوت؟ اللي عم يضربني مفكرني اني انا عم بلتهي مش عارفين انا وين <applause> و و وبعطيك مثل تاني كنت وقت كنا صغار كانوا اهلنا كل نهار خميس غير وجه المخده <applause> والحاف اذا بتذكر بشيلوا <applause> الغاشي انا بتشرين يخلصوا الناس ويفلوا نبقى اربع خمسه بعلبك قاعدين واحد أنا أحزن على الزمان اللي راح لملم ورق الصفصاف وحطه بوجه المخده هن وعم يفكوا بدهم يغسلوا يا أمي يا أختي الله يرحمها ما بتذكر كف علي إنه بوحد أنا عم باكل كف بهديك الوقت مش هلا لذيذ لذيذ قلت يا أبي قديش بأهلي أهلي هلا صار ورق الصفصاف وحل المخده يعني قاعد بالصف كمان كنا نقلنا من مدرسة المطران على الرجدية فوق والدنيا تل تعرف بعلبك في هذيك الأيام نزل على المسطوح تل الأستاذ عم يحكيني بس أنا مش عم بسمع شو عم عم يسألني سؤال مش عم بسمع عم بسمع صوت ديب كان تنزل الديب على بعلبك من واضح من نجرد عم بسمع مو صوت الديب نازل انا عم بصفن صوت الديب تيري هو عم يسالني وانا ما عم كمان نزل فيني طبيش راحت الايام طلع صرخ عليهم بالشتي يا ديب بلكي بيسمعوا بدك تقطف المعاني عن شجرة الوقت ما بدك تقطف الصورة اللي بتنشاف مثلا يلا فاير <applause> الله يرحمه أخدي أبونا عط الله الله يرحمه بعدين حيقولوا طه حيدر الله يرحمه كله بده الله يرحمه بالاخر طبعا قلت له يا سيدنا انا مسيحي اكثر بس انتبه لازم اسالك بالاخر انت بتعتقد الله اللي حيرحمك ايه او لا مش هلا مش هلا كم هاي الله كمل قلت له سيدنا انا مسيحي اكثر منك قال لي يا حيدر عم تقول بطل قلت له انتم بتعتقدوا انه المسيح مشي على وجه قال ليش انت بتشك؟ قلت له لا انتم بتعتقدوا لانه موفمون ترانسندنتال له سلطة على حاله ما غرق قلت له لا المسيح أبطل فعل الغرق بالماء وقت المشي عليها رسموا الصوت على الكف وحنوا صبيع اللغة بالخط حرف وحرف دار العرس خشخش بسهرات الألف هالدف والحي لفت على الخصر زنارها لمن حبيبها لف في حرف دق وفات وقفوا حروف العطف والدال فتحت دارها تستقبل بزوارها والها قلبها هف رقصت وداخت بالهوى لحالها والكاف تزقف كف شمل اللغه ما بيجمعوا الا المشي على المي لانه اخاف خليني اروح مع الفاصل الاعلان الاول ونعود فنكمل هذا الحوار نكمل الحلقة مع الشاعر الكبير طلال حيدر أبو علي أنت بالفترة الأخيرة من تقريبا من أسبوعين جيت من مصر كان في مهرجان تكريمي لك ولا شاعر إيه آه. هذا هذا الـ هذا التمثال المصغر يلي جبته معك من من مصر فأخذت أنت جائزة أهم شاعر بالمحكيه في العالم العربي انت الكتاب والفنانين والشعراء والادباء المصريين هي اه جائزه تعرف. انت ومحمود بخيتي انا الـ لا, الـ لا اه نجيب لي كاتب ل وجدي رجيب اللي كاتب لشادي اغنيه تقول له لعيني الشمسي ما تحمل اه ايوه اللي خليني انبسط انبسط مو لحالي للبنان لاول مره مصر بتعترف بلبنان وبتعطي جائزه مم. وجائزة أدبية من هذا من هذا المستوى أنه أحسن شاعر باللغة المحكية بالعالم مش هيمني يكون أحسن أنا بدي يكون أحسن من حالي اه. تعرف شو التحدي تبعي أنا عبد الغني وأنت شاعر أكبر تحدي إلي الورقة البيضاء اللي هتخطي اه. ليش ما عم تكتب اه. طيب رجعت أنت للكتابة من ضمن الأشياء اللي بتنقال عنك أنه شاء أنه طلال حيدر هو شاعر لمعة هو شاعر صورة وليس شاعر قصيدة بمعنى بناء القصيدة انت عم تقرأ قصيدته بتحس بتضوي هون وهون وهون من دون ما يكون عنده موضوع يجمعه هلا انا ما بوافق شغله بس انا عم بسالك شيء نسمعه بمنتدى مثل ما لأن... عم إيه؟ كان الشعر الكلاسيكي العربي وحدة البيت م. وحدة البيت, البيت. وفكرة مموثقة للآخر أنا برأيي معظم ديوان الشعر العربي نصر وليس شعر لأنه إذا أنت عم تعطيني أفكار عمال فيلسوف إذا أنت شاعر بدك تقول المبتعل اللي ما بينشاف لا لحظة أنت ضد الفكرة بالقصيدة؟ أنا مو ضد الفكرة الفكرة بالقصيدة مش أنا جايب فكرة وقاعد لأكتبها إيه بكون أنا عم ألف فكر إيه لا أنا ما بقعد لألف هو بيجي بيقول لي وقت البستاهل يعني وقت يكون ما عندي لا حقد ولا كره ولا نمين ولا شيء وقت البستاهل تجيني الأس... بي... بي... بكون مهيأ لأني أتلقى مثلا لأعطيك على, على وقت كانوا يعزلوا البحيرة بقلبك براس العائل كان يطلع الخز ويمرق بالنهر نركب على الخزات بقلب النهر كنا نروح على المدرسة مريول ولاد نحط قضامة نلعب يا موك ما تنسي الزباب قضامة وزباب أيوة ياكو اه يا جوزة اه الأخير أنت ما بتتذكر الذاكرة بتجي لعندك بتقول أنا والبحيرة سوا يعني اول ما شفت النهر عم بيطوف عرفت اي منين بدي شوف ليش هيك صرت كتار وبعدك ما حدا وحلوه مره مثل هالصيف حفييني ومره مثل شبلات كسليني كومه ومره مثل غمض قبل ما تفتح لساني اول ما شفت النهر عم بيطوف عرفت اي منين بدي شوف يعني فكرة. بين البحيره وبين روح على المدرسه مش انا جمعتهم هذا اللي انا عم اقول لك اياه يعني اليوم آه انت لما آه وحدة ما عم بجاوبك آه وحدة الحدس شيء صحيح ووحدة اللوجيك يعني المنطق الشكلي او المنطق التصاعدي شكلي ثاني اجتمع هايدغر فيلسوف مع ريني شار من كبار شعراء فرنسا ريني شار مش انه الشعر فعل جمالي بيقوله له هايدجر اسمها سموها حوار تحت شجره كاستداء بيقول له هايدجر الشعر شريك في تغيير العالم لان الفلسفه كلما استكانت لمسلماتها البديهيه ياتي الشعر بالمنطق الحدسي سميه منطق بالمنطق الحدسي ويهز الفلسفه لتعيد النظر في مسلماتها البديهيه من اجمل قصد إيه ولذلك اللي ما بيشوف انا وحدة القصيدة الكلاسيكية هذا أنا بعتبره مدح شكراً أنه ما عم يشوفها لا مثل ما قالوا لجاكوميتي كل تماثيلك لك بعضهم قال شكراً أجمل القصائد العربية التي تخلدت يعني اليوم بتقول أبو تمام بتقول السيف أصدق إنباء من الكتب وهذه إلى رواية وهالرواية هي فكرة عن معركة حصلت وطلعت نتيجتها هذه القصيدة الكبيرة م. فإذا في فكرة قصائد المتنبي قصائد المتنبي اغلب قصائد المتنبي ولو آه يعني ما بدناش قد ما ما انا اللي عم اقوله انه حجاوبك على المتنبي إيه؟ علمونا من المتنبي بكل زمن ما بيعلموا او يتداول يتداول المطلوب من الفعل الشعري مم. يعني المدح الرساله شو بده اذا انت شذيت بزمن ما عنه بتكون انت صالوك صالوك علمونا من المتنبي مدح سيف الدولة رساء أمه بسو مية عتيقة بالنسبة إلي ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال لكن المتنبي ابن 17 عشر بيقول قبل الهوى سأما يوما نوى بدني وفرق الهجر بين الجفن والوسني روح ترددوا في مثل الخلال إذا الريح نضت عنه الثوب لم يبني كفى بجسمي نحولا أنني, أنني بشر لولا مخاطبتي إياك لم ترني تر. ولذلك وبعدين صاحب عفراء إلى آخره مش كل وحدة بناء القصيدة الكلاسيكية في ما يسمى المفكرين أنه لمعات مثل ما قلت ومختلفين هاو يجمع بينهم المنطق الحدسي الذي لم نتعود عليه، تعودنا على المنطق الشكلي والمنطق التص... الترانسندنتال كمان جبتني على الموضوع التاني اللي بدنا نحكي فيه. بمجلد ذكريات خميس مجلة شعر نعم طلع سنة الماضية، ما بعرف إذا قريتوكي لازم تقرأ أنت لازم بحب. أنا ريتو. عندي المجموعة كلها لا طلع مجلد اسمه خميس مجلة شعر نشر فيه راهب ايطالي ما بعرف شو هو، آه. راهب اخذ النصوص الجلسات آه. الاجتماع اللي كان آه. تعملها خميس بجلة شعر آه. وطلع كتاب، آه. هلا بتقرا محضر جلسه بكتاب انسي الحج كذا ناقشوه، آه. هيداك قالوا هذا هيدا قالوا هذا، حلو الكتاب، حلو الكتاب، انا قريت اسمك شي خمس ست مطارح انه وهيدي عم نحكي نحنا بال 58 59 هيك شيء إيه؟ انه طلال حيدر كان حاضر شارك عجبه ما عجبه يعني كنت انت مؤثر من البينتون شو راي طلال حيدر بهيديك الحركه حركه يلي عملت الحداثة الشعرية او دعت الها دعت الى الحداثة الشعرية وهل وجودك بهذا الجو هو اللي عمل فيك هذا الشاعر المغاير هذا الشاعر الاخر اللي كتب مفردات ثانية ولغة ثانية عن كل محيطه خلو كثير السؤال خميس مجلة شعر يوسف الخال أحب نحن بالمشرق هون متأثرين بشار اللاتيني يعني فرنسي كان هدفه أن ينقلنا إلى الأنجلو ولذلك جاب تي اس اليوت ازرا باوند جولوي كنل اد ستويل هو نسخ ازرا باوند اذا آه بدك اي اي وجلتو زي هون كان الهدف الفتح بعدين كان في استاذ جامعه امريكيه بتذكر اسمه بشر فارس انه التفعيلي نظريه التفعيلي ما في في الشعر وزن ولا تفعيلي ولا شيء كيف شو البحور كيف لا اقول لك كيف لا ما فيكش تقول لي لانه كل اللي قلته قلته على الوزن يا طلال ايه رح اقول لك كيف تماما شو البحور تبع ابن الخليل ما الف لا ما حط قو 16 بحر وقال له اكتبوا عليه هون شاف سياق الشعر كيف تتو... كيف توترت احسن ترتبوا الرو... كيف توترت الروح الشعريه صحيح الجاهليه والاسلام والعباسي والاموي صحيح ولقاه بين الحركه والسكون وعملوا ورتبوا ب 16 ايقاع أه. اذا انا بدي ضل ابن ال 16 ايقاع ديعان الزمان اللي عم يمرق بدون أه بس هذا نظري على مهلك لا تخليني فوت أه معك فوتي الى اول ما انا إيه 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 انا فوضوي انت, أنا فوضوي. انت الان ايه فوضوي انا لحظه لحظه وي. بس انت انت ايه ايه انا مع إنت الموسيقى انت بتكتب تفعيلي ما ما بتكتب كل لحظه كل اللي قلته هلا إيه مستفعلون إيه هلا اذا انت بتجي لتقطعها ما بتعرف تقطعها إنه لانه سليقتك انت هيك إيه لا اقول لك تماما إيه إيه أنا ما قبل هاي لحظة أنا مع الموسيقى ولكن بس انت عم تكتب على الموسيقى على الموسيقى ايه؟ ولكن مش على البحور ايه بس انت يعني متقصد بفوت ثلاث بتفعلي... بحور أيوه مع يب... بعضه يا ابو علي انا قصدي انا قصدي طول ايه؟ بالك بقول لك يلا ليش. يلا حميتني لانه غلقنيك اذا إز اذا <applause> انا بعصر في سمفونيه ايه اذا كان بس بدنا نحكي بالميلودي ايه بالواحد نبقى بخال الاغاني مزبوط ما الموسيقى بحر لا ينتهي والشعر بحر لا ينتهي انا مع الموسيقى اللي بتتوتر فيني مش اللي توترت مع المتنبي برافو مع عليك فاذا انا مع الموسيقى الحداثه بما عملته انه خرجت التفعيلي طلعت شيء اسمه قصيده التفعيلي بمعنى بياخذوا مستفعل بيبنوا عليها القصيده كلها بياخذوا فاعلات بيبنوا القصيده كلها بس مش على طريقه البحور تمام لحظه بالمحكيه كذلك هيك انت كل اللي عم تقوله هو انت اخد تفعيلي سواء شئت بعقلك او لم تشا في شيء جواتك اخذك على الموسيقى يعني انت لحد هلا طلال حيدر منك كاتب ثلاث كلمات نثريه عم بحكي بالشعر العامي أه بالمحكي كله موزون مظبوط طيب ولكن ليس بحورا ليس بحورا لا لا هاي موسيقتي وتح... خلصناً, يعني خلصنا من البحور خلصنا من البحور بتفوت إذا ما في موسيقى ما هو شو ع كتر ما طلع العشق بيناتنا بيربى الغزال شو بدك يا زلمه؟ مستفعلهم مستفعلهم شو فيها إيه في إيه إيه بس فيك عندك شغلة أنت هلا بدك تقولي لي إياها القصيدة اللي اللي انتبهت لها قبل شوي قلت لي إياها قبل ما نبلش التصوير يلي مبنية على فعل فعلهم فعلهم فجأتلي فاجأتني شو بجمالها بس خليني قبل ما أوصل لها هيدي بدي أقول لك إنه انت من النوع اللي حتى ولو هي الموسيقى جواتك اخدتك بهذا البناء كله تبع القصيدة في مطارح انت فلتين يعني بحس الواحد أه. انه هون طلال قال انا بدي افلت حر ايه هذا إيه؟ يعني ب... يعني علىك اللي عم تقوله كتير صحيح أه؟ على ان ظل في موسيقى طبعا 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 ما عم لك فلتين يعني طلعت من الدنيا كلها بس انا يعني إذا عاصي رحباني بيكتب موسيقى مثل عبد شو بده بهالشغلة؟ موسيقى ما حدا بيكتب مثل حدا شو بده نبع نبع إذا أنت ما أنت أنت عبد طلعت شاعر موسيقتك ما أنا موسيقى المتنبي صحيح وما أنا موسيقتي ما كل شاعر له موسيقى يعني شو الموسيقى؟ الإيقاع الروحي إيقاعك الروحي يلتزم صحيح. بما بيك. صحيح صحيح بس التفعيلات هي اجت لحتى تقرب شوي الموسيقى بمعنى بدل ما يكون معنى مفتوح انه موسيقى داخليه ويصير كل واحد يقول لك الموسيقى على طريقه السياسه اللبنانيه على طريقه السياسه اللبنانيه بيعملوا موسيقى داخليه انعمل شيء اسمه موسيقى يلي هو تفعيلات واللي مبني عليها شعر طلال حيدر من دون ان يقرر ذلك احسن اه أنت يعني ابن أنا وأبن ما... هذه الثقافة اللي برأسك اللي عم تحكي لي عنها كلها شعر عربي. عم بتقول صحيح. اه؟ واللي زيلي بس أنت ما بتحط تفعيل وبتكتب عليها. ده. أنت توتر. لا يا رجل. روحي <applause> <شدك> وين بياخذك <applause> اي تفعيل؟ هلأ في هلأ في شعر. بينحكى في فيه بين إن هدول مثل هاي بحط التفعيله بيقعد يشتغل عليها كله هذا ما بعرف شو بدي فيهم انا عندي طلال <applause> انا عندي هلا طلعت <applause> قول لي اياها هالقصيده هيدي اللي قلت لي اياها قبل شوي بكتابك جديد الارض جاي لا قلت لها بالاول هاي الارض جاي دن, دن 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 هيك نحن قاعدين هونيك قلت لي اياها يا زلمه انه هاي بالكتاب جديد ايه طليت على الايام اللي كنت فيها صغير تشوب بلكي خيالي لا مش هاي يلا كملها هاي كملها لا غير في غيرها في غيرها هلا بالاستراحه بذكرك ايه ايه. آه... على الوهم ايوه على الوهم اه. احلى من الوهم احلى من بنات الشام لا من... مش هاي هيدي قلتها قبل شوي يا طلال ماشي اتركها لا اه اسمع احلى وهم انك اذا لكن بتبنى... لا بيركع يفقع اخرها القافيه اوسع هذا ايه هقول لك يلا, يلا. أحلى وهم إنك إذا بتموت رح ترجع، بس تعبر الموت بتصير الدنيا أوسع كل ما انحنى القوس بصير السهم أوجع اللي نيم الليل قال له للصبح يطلع. <applause> كل الزمان اللي قلت عنه راح ما بيرجع ما تعلي صوتك بيسمع وراقي بياض الروح والسر بإقلامي يا عمر كل ما تلفتت خلفي بلاقيك قدامي هيدي الدنيا هيدي الدنيا مثل العرس بليلة الحنة بس يخلص العرس ما بيبقى حدا يغني في شغلة كمان عندك أبو علي بس شوف كام ايه 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 بعرف بعرف كام بهذا برضو مش هاي هي اللي سمعتيها هلا بالاستراحة بذكرك فيها بس خليني اقول لك شغلة جميلة اللي بيسمعك انت وعم تقول قصايدك بحس اغلب هذه القصائد مثل هاي الارض بدودك بحس اغلب مبني على بالزلوف يعني مسد... يا تندرن تندرن مش يا تندل تندران اغلب اغلب مش هيك بيوصلوا مع هيدي الموسيقى الموجوده براسك واللي انت مش قصده لما بيسمع الواحد بدون ما يقصد بيروح دغري ع هيديك يا العب رجل عم بتقوله صار معي شغله، طلبوا مني قول قصيده يعني قول امسيه بدنيه آه طلبوا منك بامسيه بدنيه ايه امسيه، فقلو وجهك مثل طلوا العرب رح يوصلوا عالشام الشام وجهك قبيله بيعدت ما وصلها الاسلام وجك مثل حقلة قمح نيال يلي نام بسط وهي الى اخره بس انه قلت له انا ظالمني الايقاع عم ياخذوا مبسوطين بالموسيقى مش عم يلحقوا شو بدي اقول في يعني مقهور انا من انه عم يطلع معي موسيقى بس انت لأنه عم تكسبوا عم الموسيقى لا لا انتبه طلال انت انت له. عم يكسبك انت عم تكسب اللي عم يسمعك بهالموسيقى ما ما تفكر ولا للحظه في كلام نسري ممكن يوصل بذات الطريقه اللي فيها ايقاع انا ضد ولا يمكن انا ضد ايه فلذلك أه. انت وبدك تهرب من الثقاف يلا شو الفرق بين الشعر والنثر؟ احمد شوقي بيقول والشعر ان لم يكن ذكرى وعاطفه او حكمه فهو تغطية ولا هذا كلام سخيف تجليط سعيد عقل بيقول والشعر قله رنين الكون قله صدى لكف ربك اصطنت على الزمن. م. انا شو بقول؟ الشعر والشعر قبض على الدنيا مشعشعه مشاك؟ ايه اه؟ سعيد لا. الشعر هو انت الشعر شعري انا بمؤدب الديواني هو لغتي الان يعني ما في لغة بتجيبها من محل تاني من محل ما في بس انا كل الموضوع شو الفرق بين الشعر والناس اثنيناتهم عبد الغني تنيناتهم مدماكن الكلمة، الناصر والشعر نفس صحيح. الكلمة بس هدف الكلمة بالناصر أن تقترب أكثر فأكثر من, من المعنى من الموصوف عم تحكي عن الطب عن الفلسفة مضبوط مضبوط البوتانيك النبات كذا هدف الكلمة نفسها أتقرب قد ما فيها من ونتكون... تقترب أكثر فأكثر عن الموصوف. بالشعر بدها تبعد أكثر فأكثر برافو على ربك الشعر نفس الكلمة هدفها أن تبتعد, تبتعد, أكثر أكثر لتخلق موصوف لم يكن قبلك موجود صحيح صحيح يعني بس تقول شجرة في في شجرة بس شجرة النوم لك صحيح ولذلك الفرق بين الشعر والنص لا مثل ما قال سعيد ولا مثل ما قال احمد شوقي الفرق الشعر بين هدف الكلمه نفسها اللي هي مش عم تختار كلمه كلمه بالنص مثل هي ذاتها هيديك هدفها تقرب لتلزق الموضوع عم تحكي عن عن الكاميرا بدك مش تارجيني حيط بس بالشعر وجهك مثل دفتر بهرر على البيوت شو خاص الدفتر شو خاص <applause> هدفها تبتعد بس بدك تخلق موصوف مش مش حكي حي يعني ما بدي سمي بس ما جاوبتني على الوزن <applause> يا طلال انه إيه وزن في يحرق كثير مثل مسيك بالخير يا اللي ما حدا مسك ايه هي الموسيقى هاي تبع مسيك بالخير اللي ما حدا براسك موسيقى حتى ليش؟ انا بقول وقت الناس بيحكوا كلام بيحكوا عن يوم القيامة عندي نظريات خاصة فيني أنا وقت البطل الناس يحكوا بيصيروا كلهم يغنوا بتقوم القيامة هلا عم يغنوا هلا عم الصوت بيسرق الكلام أنت بفرحك بتغني وقت بنوصل كلنا سكان الأرض نغني مش نحكي ما بيعود في حروب ولذلك المشيئه لازم مش بس نتوضى ونصلي لها نركع ونصلي لها فيروز عم تروح تشق عليها بصراحه صار لي فتره لا ما راحت بس فيروز اي اول وبكرر لا عم اقول لك شقيت عليها او لا يعني عم تعرف شو وضعها شو احوالها فرق. شو الناس بيكتبوا قصايد لتغنيه هون أنا بقول فيروز بس بتخلي الكلام شعر بس تغني أنا وقت غنتني فيروز وبتغنيني ما بعرف إنه القصيدة إلي الصوت بيسرق الكلام بروح أنا على مطارح بصوتها ما كانت خاطر على بالي قالوا عم بكتب هي عم تغني وحدن اللي لحنها زياد، هي يعني عم تغني وحدن بقعد بتسمعها صار معي قصة ضحكي لك. يلا. شارون نازل ضرب ببيروت حرب وكذا، وأنا متعدد الزواج، كنت متزوج من امرأة طيب متجوز كتير أنا بس يخلص الحب، لأ شو الكذبة؟ بغير. جوز كتير قديش يعني؟ لك شو بدك ما بنعدل. قاعد بالظريف وحاربوا الدنيا وضاربوا الى اخره وقريبيني حوالي هونيك ولاد خالتي ولاد عمي وليد فعندي عشيه مصريه قلت لها مين ما سال قولي نايم عم ببرم على الكوريدور على الباب من ده بينفتح بسمع صوت فيليمون بس انا مش مبين قلت له وينو وينه؟ قلت له البي نايم قلت له في ضربها بالعود على راسها وبقينا انا وفيليمون سهرانين من عشية للصبح سهرتنا نتعاطى ما لا يذكر في التلفزيون في التلفزيون والتليفون الآخر صار مفهوم وفاتح <applause> المسجلة إيه؟ وأنا راحت الأيام هو عم يلحن وأنا عم أقول راحت الأيام تغني فيروز أيام الله يرحمه الحريري بساحة البرج بتغني يا راعي القصب مبحوح جاي على بالي شروقي قول له القصب يبوح بالسر اللي بعروبي ونعتب علينا الليل خلي صوتك بس. انا دقيت لها التليفون قلت لها مين اخو شليتي هذا اللي بيكتب مثلي ما عرفت اني انا كاتبها بهداك الليله في ليمون كاتب هاي القصيده اللي أه يا رايح اللي غنتها فيروز يا رايح ايه, إيه؟ آه آه يا رايح صوب شرق بابو ربيع يراحوا يروا غلمهم بس لايك خليني اسالك سؤال انا هاي فيها مطرح بأب بشعر البد كان الصبح شنوبان وايام الغاب ونولفي لعض العصابيه في مرات بتسمع تعبير بتحسه عتيق يعني أيوة. آه. انا بشوف في علاقه بينك وبين العتاء يعني أه. على ما على ما طلع العشب بيناتنا بيرعى الغزال انا بعرف انه كانوا بالضيعه خلينا <applause> بس دائما مختلفين يقولوا بيرعى بيناتهم مليون غزال انا حافظه انا صغير يا زلمه لما جيت سمعته بقصيدتك سمعته بمعنى تاني ما له علاقه بيديك هيدي <applause> انا سمعانا نزل الشتي اسمع ايه غيبتك نزل الشتي قومي اطلعي عالبال في فوق سجادة صلاة والعم عم بيصلوا قلال صوتن مثل مصر المرة وبعلبك الرجال على كتر ما طلع العشب بيناتنا بيرع الغزال <applause> وديت مع راعي حما يشوف لي الطقس شمال قال لي السنة جاية هوا بيوقع الخيال يا ريت مسرجت الفرس ولبعتها المرسال ها قصة بفكروا فولكلور حدا سبايا لي مش قصة فولكلور لا مش عم قولها شيء متداول آه. كأنو شعبي كأنه مثل الأراجيز الشعبية بس آه. آه عصاب ايه رجي الله يرحمه بالهورشو من دبغي ان شاء الله يكون بعده طيب نسلم عليه آه. بس كان يزاورنا انه انا وبول جراغوسيا بربع ليره او بنص ليره في الجال القهوه ما بنعود نحل نضل قاعدين طول النهار بيجي عصام رجي بيقول لي معي لحن تكتب علي واحد قلت له شو بتدفع؟ قال لي شو بتطلب؟ قلت له اني اني كانت ب 25 ليره الواحد هو شاف الانين من دبغي انه هاوز بنات 25 ليره قابل آه آه قلت له اوكي لقيتك والدنيا ليل نزلت حمام الهرشو تحت جورج كان قرشه قلت له خلصت لا عصاب. نزل قال لي يعني قال سمعني لقيتك والدنيا ليل قلت لي مخطوبه يا ليل ما بعده ليل يا ناعس بهدوبي كذا الأخير يقول بقول فيها صبوا بهالقهوه المره وديرها محبوبه قهوه مره وفاضت على الفنجان راحت الايام رايح انا وست بهية والست نازك بصيدا بلاقي هالديسك اخذتها لقيت فولكلور حطيته وقمت دعوة عندي محاميه منيب حيدر لا هشتين مش عم بحكي عنه أنا أنا لا لا اسمع جانا حداد انا آه انا تلفان اه ديانا لما غنتها ايه, إيه آه زوزة زار خليجي او شيء هذا انه فل عن يعني ما لما مطلع تغنيها ب طلع المحامي تبع بعض عسكر نزلوها عن الواحد اللي بيسمعها يا رايح صوب مشرق بيفرق بفكرها تراث لا انا قلت لك انت فهمت فهمت انا لما بقول لك انه انت تستفيد من التراث الشعبي انا ما الجميله مثلا انا انا وقفت 5000 مره عنده ايام الغاب والفيل <applause> عد عصابيعي يعني. هاي ما بيعملها ها يعني كفكره ما بتطلع مع حدا الا اذا كان عمره شيء 300 سنه يعني بالقديم صوره قديمه انا عمري عندك شيء 5000 <applause> انا صدقني طلال بشرفي هذه هالجملتين هيدي يلي ايام الغاب والفي اللي عندهم العصبيه ما طلع ترمطوا على الشبينات وضيع يا حلوه ضيع في جمال هون بدي ارجع انا وياك ل مدى قدرة الشاعر على استخدام الحس الشعبي هو اللي بيطلع أفشات بشعره هاو هاو ما بدك تدور عليه هون لا فاتوا فيك ايه طبعا من انت طبعاً انت ما في حدا بيتذكر الذاكرة هي بتنقيك وبتجي لعندك ما في بت... يعني شو بدك تحطهم قدامك صرت تالف عليهم انا, أنا علي ما بقول و... أنا... انا ما بقول في نسيان طالما انت بعدين بفيقوا وكيف نسيت الا مثل مت... كان الوقت سهيان ما بباله حدا مثل اللي قاعد على هذا يتذكر النسيان فاصل الاعلان الاخير ونعود فلكم من الحوار الخيط يلي كتب اول سطر بهالدنيا ما عرفت ليش ما كمله والخيط يلي لف ع خصر الارض من وين بلش اوله هالطير بجناحه عم يقدف ببحر الهوى تاري الجهات بيرحلوا راجع معه اخبار المضى احسن اذا ما بتسالوا في ناس طلعوا من زمان من الوقت وبعدهم لهلا بعدهم ما وصلوا طلعوا على فصول السنه يشموا الهواء وبكره ما تهب الهواء رح ينزلوا طيب البعد الفلسفي عندك موجود مش ككتله لا كافكار بتعرف انا شو اختصاصي اه. العلمي اه فلسفة فلسفة اه. بس هي موجودة موجودة قطعا موجودة علاقتك بالكون يعني أنا بدي أسألك عن علاقتك بالكون وعلاقتك بالعمر عم عم تجيب لي اياهم شعريا، انا ولو اني بدي اياهم بالنسر، بدي اياهم من اللحم الحي لـ 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 شو معناته انه انه الدنيا وانه طلال حيدار يلي اخو رجال واخر شيء بيمرض ما بيقعدش في قبل شوي قال لي بتجوز كذا مره هلا اذا فتحنا سيري وين بنصير؟ سالني بس سالني منين بتجيبهم قلت له سألوا قول له عم يقول طيب طلال بدي اسالك شغلي عن زياد الرحبان حكينا قبل شوي عن فيروز وحكينا عن فيليمون زياد صدقا ها هيك بصدقا بينك وبين مش مقهور انه هذا موهبه مثل هاي تجربه مثل لا هاي لا ما ماني مقهور يقعد 15 سنه ما يعمل شيء لا 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 زياد رحباني عبقري الفرق بينه وبين بيو قلت له اياه هلا عاصي بمسيره حياته ضل يكمل لمات زياد توهج بركان وانفجر طيب الباقي آه. نحن من سكان الجسد يا عبد الغني وقت الجسد آه آه بيتاثر آه عم يقاتل الروح آه بتصير انت واقع بمشكله زياد صراعه مع جسمه ولكن آآ آآ زياد يقولوا ما مختلف عن عاصي انه كذا قلت لهم عاصي وقت مختلف فنيا عاصي وقت المات اخذ جملته معه اذا عاصي اذا زياد كمل جمله عاصي صار صدى صدى ما بيصير صوت ما بيكمل شيء لا صدى ما بيصير صوت ولا حدا بيكمل حدا هو بكمل الطريق بكمل ما بي... هو كمل آه. الطريق ما بتا... زياد عمل شيء لحاله وراح في وعظمة فيروز انها تبنت الزمنين صحيح, صحيح. تبنت الزمنين زمن القصيدة وعاصي وزمن زياد يلي فوت الغني انا بذكرني طب زياد مش لحظة بس, بس ايه. ذكرني بالسيد بسيد درويش سيد درويش كان مثلا أه الحلوة دي قامت تعجب بالفجرية أه أه وديك, وديك بيقول بالفجرية يا استعطية يعني الحكي هذا ما مألوف مع مطرب الملوك عبد الوهاب هذا ما نو مألوف القصايد مثل عهدير البوسطة شو عملت بعد آه يا دار دوري آه. فينا ولذلك سيد درويش أخذ هذه الحرية وبقي في في الأزمنة وزياد أخذ هذه الحرية استهزأ إنه شو عم الله خليك خليك في البيت وزيتون الواحد لوك ايه طالما قدر حول من فوت الغنية بالكلام العادي بحياة الناس فوتها وابدع وكتب اسمه حياة الدنيا وما بيمحها طيب خلينا نعمل بال... بال... باعمال العقل بالمسائل يعني اذا بدك تاخد هيدي التجربة يلي فيروز وزياد فيروز بعد تجربتها هاي الكبيرة عصو, عصو منصور عصو منصور اجت على محل حصل خلاف، ما عادش في شغل، راحت لعند زياد. زياد عظمتها انها قبلت هذا خل... ال... معي خبر معنا. مش بس انتبه، هذا اللي انا عم اقول لك اعمال العقل. يعني فيروز لما راحت لعند زياد هي متاكده ان زياد عنده جمهور مختلف عن جمهورها راحت جابته. لا بس متاكده انه زياد عبقري. لانه هذا هذا يا عبد غلي. هلا المرة اللي بدها تقول ما في شيء ما في شيء هو دائما دائما بسالوني انه لا فيروز ام كلثوم قلت لهم الكبير بيطوب الزمان اللي جاي باسمه يعني بيجي شعرة كثير بعد المتنبي ما كان ابو فراس وكان الى اخره ولكن زمن المتنبي اللي بيمتد ل سنه الكبير بيطوب الزمان اللي جاي باسمه بزمن فيروز في كثار بيغنوا واصوات حلوه ولكن هذا زمن فيروز الكبير ولذلك تتجي هي من زمن عاصي الى زمن زياد مش في براس الجمهور هي مش الجو... لا، انتبه هي انا عم بحكي ان هذا زمن المستقبل احسن ما انا عم اقول بالعقل يعني هي ايه. زانته مش انه هي ابني مثل ما بيفكروا العالم لا لا انه ابنة وهي عاده ما بتشتغل مع كل راحت لعند ابنها مش بس هيك انا برايي في موجود بالعقل زياد خطف امه على جمهوره وفيروز خطف الجمهور زياد هاو الخطف مش بالمعنى الغاصب هاو الخطف بالمعنى اللي يعني الجمهور اللبق. اذا بتعتبر الجمهور هو مرحله الزمان ايه هذا هو اللي عم اقول إيه؟ لك فلذلك كان في لعبه ذكاء كبيره بس شوف كنت روح انا وكراكلا ها؟ نسافر برمنا الارض قال لي شو بيك صافين قلت له كلما اتسعت دائره العين اتسعت دائره الروح يلي قاعد بضيعة بجرود الهرميل مش شايف إلا الحاكورة مش معقول يكون مثل اللي بيرم الدنيا مش لأنه شافها لأنه اتسعت الرؤية اتسعت الرؤية يعني أنا وببعلبك ولد صغير ما شايف إلا طريق راس العين غير ما أنا بيرم الدنيا وجاي على راس الدنيا وبالآخر صرت شوفه غير شكل طريق راس العين الاولاني بالاول كنت تعرف شوفه ليش؟ فوق. لانك عم تقارنه آه وعم يضل يو... احلى تماما, تماما. لأن... عم تقارنه بحدا بايطاليا ومدري وين عم يضل احلى ما تفكر اللي شفناه نحن وصغار وعم نتذكره هاي قصه عم نتذكره ظلم لانه انت وصغير عم تشوف ورق الصفصاف عم تشوف مثلا آآ آآ تلويحه الورقه جاي على الخريف وانت وكبير وأنت عم تتذكر عم تشم ريحة هيداك الزمان الذاكرة مش دايما طلع. ما حدث الذاكرة تأخذ معنى الزمن اللي أنت فيه يعني أنا وعم بتذكر حالي أنا وصغير تعرف شو كنت أعمل لما كنت صغير كنت أطلع على القمر تعبان تأرتاح نام كتير ويسألوني لوين فليت تعب كتير خاف قلن على القمر قلن كان جاي عبالي بالهواء عم طير مثل اللي قاعد على جناح العصافير وكان يضل ناطرني النعس حد السرير طيب حكيت قبل شوي عن كاركلا شو طبيعه انت علاقتك وشغلك بكاركلا مرات بيقولوا كتب طلال مرات بيقولوا حط القصه مرات بيقولوا لا لا انا انا وياه رفعة من, من 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 الطفوله هو راح على لغه الجسد وانا راحت على الحبر وبرمنا العالم هو باتجاه وانا باتجاه، انا عم بقطف المعاني اللي سمعتك اياها، شو القصيده؟ القصيده هي انا وهو اكتشف بانه بالجسد بيقدر يكتب قصايده وبقت العلاقه يعني وبقت علاقه صداقه وقوه وانا يعني كاتب معظم اعماله طيب هذا إيه السؤال الأخير لأنه خلص وقتنا طلال حيدر إذا في جنة وفي نار وين رايح طلال؟ <applause> هلا أول شيء رح يقوموا الله علي الله لحظة رح علي إنه إذا لا في لا جنة ونار لا لا, لا. إيه؟ في في رايح؟ لا عالجنة لا بالنص <applause> <applause> ما دام عمر الفراشه ما بيجي يومين خذ العمر وهروب ما تخلي حدا يعرف لوين <applause> صديقي طلال حيدر انا بدي اشكرك انا اللي بدي بس انت ظلمتني لانه لك ما بعرف اقول لا هاي حبيب قلبي <applause> اهلا وسهلا فيك المحبه والقلوب شواهد مثل ما بتعرف نحن باولادنا اهل اهل البقاع اهل الضيع القلوب شواهد اول لقاء انا وياك من خمسين سنه بس كل الزمان قلت عنه راح ما بيرجع ما تعلي صوتك بيسمع بيسمع الله معك ذكرني هلا اني الاستاذ فوال بعد ما طلعنا من استوديو الفن سنه 74 بال 75 طلعنا على بعلبك سكننا لانه كانت بلشت الحرب هونيك كان في مجموعة من الأصدقاء اللي بيشتغلوا بالأدب والشعر وكذا دعونا دينا حيدار ونبيلة وهبي مجموعة كبيرة من ايه الأشخاص وحكمة شرايف ايه, ايه ومصطفى الشال كان في مجموعة كبيرة فعملوا لنا أمسية شعرية هونيك بنادي كانت أخبار كان ايه أول مرة بلتقي مع الأستاذ طلال وقلت له إن أنا معقولة بريتير وهرتع لو <تصفيق> <تصفيق> إنه كانت عجيبة على أساس هيدي بسلا بطن <applause> حيدر لا انه شاعر لا هاي ها للقواصه <applause> لا لا لك ايه انه العجيب انه بيت حيدر كيف في منه بيطلع بعد لحد هلا 20 شاعر 50 شاعر انه هلا بريتين اجا وطلايصوا وشاعر ما مشكله بهالبلاد كل واحد بيعمل موضوع شعر بيسموه شاعر حبيب قلبي يا استاذ طلال والله نحن ان آه شاء ها... الله يا شباب تكون الحلقه ظابطه انتم الحكم اللي عم يسمع حكم بتعرف انا كنت بدي اسالك شغله وراح الوقت بس بدي اسالك اياها في اصوات شعريه اليوم بالمحكيه بتحط الها اهميه سفر فاصل سفر. تصبحوا على الف خير